لازم روح جديدة، مدرب لازم يمشي على روحه، منتخب ضعيف هجوميا بالقدرات هذه ما نجموش نقارعوا المنتخبات الإفريقية، وزينا نخموا في المونديال والكأس الإفريقية الجاي اللي في المغرب. الله يخلنا نرجع شوية الأولاد على الماتش هذا اللي قالوا اللي كونوا المستوى نتاع الفيزيك، ونعرفوا اللي كونوا بالقانون الجديد نتاع لي سيت جورني ولا قداش جورني فيفا بالطريقه الجديده هذه اللي توخيتها الفيفا مش من تو من بكري، ياكد اللي كونوا راهو ليكيب ناسيونال ماش عندها وقت باش تحضر كوتي فيزيك. معناه هنا باش نرجع للحاله البدنيه نتاع الاولاد، هي مسؤوليه الملاعبيه. كان تذكروش وقت اللي قلنا هو الانترنور قال راهو جواراتنا فما اللي يوقف الشامبيونا، قلت انا راهو لي جوار يعرفوا اللي هو عندهم شامبيونا عندهم كوب دافريك مسؤولين على تحضيرهم ولو هو مش في ليكيب ناسيونال. وهنا ممكن لو ميزا نيفو اللي حطوا حبوا يحطوه في ثلاثة ايام ولا اربع ايام اللي قالهم ممكن خاطر انا ماناش حاضرين، لكن قلنا ان شاء الله كيما الى ديكلاري اللي باش يكون حاضر لو 16، واكدنا توا بالدخول نتاعنا اللي احنا مش حاضرين. الوغ هنا النسبه نتاع المسؤوليه راهو لي جوار يتحملوها ويعرفوا رواحهم، فما خاصه لي جوار كادر، انا نتكلم على جوار كادر مش على الجوار اللي مازال كيدخل. لي جوار كادر يعرفوا اللي هما باش يشاركوا في كوب دافريك، الوغ لازم يحافظوا على اللياقه البدنيه نتاعهم ويحافظوا على صحتهم. هذا كي يدخل معناها في كوب دافريك راهو تلعب في الافريق، ماهوش مش تلعب ماتش انت نتاع الاليمناسيون كوب دي موند اللي ريتور، راهو باش تلعب كوب دافريك ولي كونديسيون كيما قال سليتي راهو سي با فاسيل، يلزم من سيرتان اكسبيريونس. هذا بالنسبه لل لل للكوتي المسؤول عليه لو كوتي فيزيك. الكوتي كيفاش؟ معناها اللاعبين يلعبوا في ليكيبات نتاعهم يحافظ على روحه. اي كيفاش يحافظ على روحه؟ مو عنده ماتشات هو حاضر. لا 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 فما وقف، فما اللي يوقف وخذا اربع خمس ايام. نحكيو على اللي يوقف معناها بيان سور اللي قال اربع خمس ايام يطيح وقتها. اغزر انا نتكلم من منطلق كيما الاولاد عشنا في ليكيب ناسيونال وعشنا الكوب دافريك وتو نسمعوا في السيليكسيونور اش قال. احنا نعرفوا كيفاش نعيش وهو اش قال يوسف راه يعطيهم بروجرام. لا لا هو اش قال؟ قال راهو لقينا عشان معناك يبدا جوان يواكب الكومبيتيسيون نتاعو وعنده كيما نقولوا خمس ايام وقتها قبل ما يجي معك ستاج بيباتور فيزيك يعطيه بروجرام شنو باش يخدم. هذا المطلوب. لا ولا للامانه كانوا يجيبوهم للفيدراسيون في نساء المسكولاسيون كل شيء يعملوا لهم بروجرام. هذا هذا انا شوف دافريك اللي فاتت جابوهم ولا جابوهم وعملوا وحدهم فريد. احنا تكلمنا من منطلق الخبره نتاعنا ومن منطلق لو ديكلاراسيون نتاع لو سيليكسيونور، خاطر هو اللي عاش وهو ديكلارا وهو قال راهو خذينا ريسك، والريسك اللي خذيناه خلصناه في الكومبيتيسيون كامله. هذا من الناحيه البدنيه، ومن الناحيه اللي هي زاد كيف فما ان غران بروبليم هذايا تكلمنا عليه وديما نتكلموا عليه ومازلنا باش نتكلموا عليه، هو اللي كونه وقالوا توا الجوار، خاطر الجوار هذا الجوار هذايا عنده دي زاني موجود، سي ان جوار كادر. وقت اللي يقول يلزم نراجعوا روانا في الكوتي جو عنده الحق. وهنا نرجع للكلام اللي قلناه زاد هنا اللي نتبعوا في ليكيب ناسيونال مش كمتفرجين كفنيين. قلنا ليكيب ناسيونال الدوا معنا تعدى الباليي سوبيريور في امور الامور الفنيه. هل انه جيل القادري ما خدمش الناحيه الهجوميه كما يجب في المسابقه هذه؟ اكيد ما خدمش، هو نعاود نقول لك هو اللي قال في الديكلاراسيون نتاعهم تاع اليوم، يقول اللي احنا مازال عندنا مشكله في 30 متر الاخرانيين. وجازير يا خويا شيخ ذيب سامحني هو قال مش سامحني اذا كان في تورو ماتش مركينا بونتو احنا ما كانش شنو تتصور؟ جزير يا خويا يا شاكر جزير وقتاش جابوه؟ خليني نكمل. كان شكون موجود؟ جويني برك يوسف برك جويني برك ولا جزيري وقتاش جا في بلاصه بن انا. خليني نكمل لي 25 مينوت اللي قلت عليهم ولا 30 مينوت اللي هي النظام بالروح موجوده.
مي اون تام دون لو جو ما فهم شيء. انا قلت انا قلت قلت الموفمون دخلنا خلي فريد كلامك صحيح فما ما تحسش ما تحسش اللي فما فكر هجومي فماش فكر هجومي حتى اوكازيون دو بوت ما كي نقولوا ما فماش فكر هجومي راهو مش من اليوم راهو مش من اليوم الوغ هذا يلزم نراجعوه طيب والكلمه الاخيره اللي باش نتكلم عليها انا باش ما نطولش اللي هو مثلا الاختيار نتاعنا بجبنا البي ناسيونو اللي كونه راهو مانيش احنا وحدنا في العالم كل يجيبوا الكلهم كل يجيبوا ولكن شوف الكاليتي يا سيوس سمحني هاك الموجود هاك الموجود خالد مش كيف الكاليتي هاك الموجود يا خالد عايش خويا هاك الموجود حاجه اخرى حاجه اخرى صحيح فيها مشكل احنا نحبذوا اللي الكيب نتاعنا كيما كنا سابقا وكيما عملت لافريك دو سود ناخذوا اوساتور نتاع كلوب نتاعنا في الشامبيونا كيما جات اسبيرانس كيما جات ليتوال سيرت مومون كيما جات الافريكان سيرت مومون هذا سي ان بو ديباسي في 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 في, في الكورة في الكورة هذه نقطة النقطة الثانية النقطة الثانية الشامبيونا نتاعنا باللي صار هالفترات الأخيرة هذه ما عادش يجم يمول ليكيب ناسيونال إذا شاركنا في الكوب دي موند مرتين على بعضهم نعتبروه انجاز بارابول اللي نعم شو نقولوا احنا بالامكانيات اللي عندنا ونقارعوا في دي 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 معناها دي دي ناسيون اللي اقوى منا في كل شيء هذا الكل نحبوا نغطيوه احنا ليه ما نغطيوش اللي حكينا عليه وثم الناس قلنا مجهود كبير ليه ما قلناش ليه هنا اسمع نحكيو اليوم اذا كان مشينا للمونديال وقدمنا الوجه خلينا نكمل عشان تفضل تفضل عدم النجاح هذايا بخاطر كلام تقال اليوم اللي الخايب كل تقال قالوا لهم لعبيه خايب ميسالش خايب تعمل ميسالش ميسالش يلفو اكسبتي لازم تقبل بيان سور لازم تقبل ولازمك تقبل وتوا ما تجمش تعمل انت اناليزا شو تجمش تعمل اناليزا شو من احسن اسمع الناس الكل وخلي شوف حاجات اللي باش تبني عليها ما نجموش نبنيو احنا كيما تكلمنا على الانفراستركتور قلنا احنا موناش بين عشية وضحاها باش نوليو عندنا خمسة تيرانات وهكا ولا لا الفوق فما مينيموم دو طون بالنسبة لكيب ناسيونال باش انت تفسخ وتعود من جديد ما نظنش حل اللي يخليك تكون موجود على مستوى الساحة الكروية العالمية ماهوش ماهوش الافريقية العالمية هنا تاخو لكوتي اللي تقدر تبني عليه أه؟ وتصلح الأشياء اللي أنت قادر مش تصلحها قادر مش تصلحها خطر هنا كون جو أنفا أتاكي اللي بي ناس بي اللي هي نحكي على إرادة اليوم هنا راه اللي هي بعضنا كل يا حمدي نفعله كل بعضنا تفضل وانت كنت ديريكتور تكنيك كنت انترونور برنسيبال وي والخبرة ما شاء الله عندك تعديت عليك سير تعديت عليك الحكاية ذي كله علاش نتكلم من اللي تعديوا علي أنا تم شواء ياخذوه ديريكسيون تكنيك مع الـ مع البيرو فيديرال نعم توجه يا مش تمشي للجوارات لوكو ولا ليبي ناسيونو اكثر فما شوا اي ايش كلام ولا فما شوا بيان سور معليش شوا انت حسب نظرك انت الشوا هذا صحيح ما نمشينا نجحنا فيه كما صار للجزائر كما صار المغرب سورتو نور افريك شوف الوضع اللي تحطت فيه ليكيب ناسيونال خلاك تاخذ شوا فيوس كمل لك برك كلمه تفضل تفضل كي تاخذ شوا انت بركي هيك ما لا ثم كاليتي يلعبوا لك البر ينجم يعاونوك ولا اللي يلعبوا للوكو يقربوا لهذوكم شوف حاتم انت تعرف اكثر مني وفريد يعرف وحتى زاد القراب على كيب ناسيونال حتى سي عبد الباقي اللي يتابع يجب يعرف اما ممكن هو نظرته ما يتمشيش ويقول لك انا ما نعرفش بالامور الفنيه انا خطيني فما اهل الذكر اما هو يحكي على استراتيجي وتسمعوا يلزمك تسمعوا بالنسبه لنا احنا نسوم دي تكنيسيان وعايشين الواحد هذا الاختيار هذايا اضطراري وليس اختياري والحق كاليتي اضطراري ماهوش اختيار مالوروزمون طيب مالوروزمون انا اضطراري ما يسالش نتكلم او علاش ولا علاش علاش اضطراري علاش ولا اضطراري او علاش ما نفعلوا معك شويه بسوس باش انت تبدا في اونشينمون انت قلت حاجه باهيه قلتها